كيف ترى تداعيات هذه التصريحات و يعني يعني تذليلها او تسخيرها للكشف عن بقيه اعضاء التنظيم او الايديولوجيه التي يعملون من خلالها؟ لانه ما يشاع وما يعلن وما يطلق من شعارات يعني لم تكن تتوافق مع ما كان يقوم به تنظيم داعش الارهابي لا في العراق ولا حتى في سوريا ولا اي في دوله يتبنى من خلالها عدد من العمليات الارهابيه فيها. يجب أن نؤكد على أمر هام كمنطلق في المسألة كلها. نعم. أن هذه التنظيمات أصلاً مخترقة من طرف الاستخبارات الإيرانية منذ بداية عندما كان تنظيم الدولة في العراق وهو مخترق، وهذا كشفته وثائق مسربة من طرف المخابرات السورية. نعم. كشفت على أنه العمل أصلاً لدخول داعش إلى سوريا كان باقتراح من مخابرات حزب الله ومخابرات الحرس الثوري وكذا. معناها أن المعلومات الأولية أصلا في نشأته وكيفية تمدده هي بحوزة مخابرات الحرس الثوري. لذلك أنا أعتقد بأن هذه العملية بلا أدنى شك نوعية وساهمت فيها أجهزة استخبارية أخرى، وبلا أدنى شك يكشف بعض المعلومات، ولكن من خلال النظرة إلى المعلومات التي قدمها تكتشف بأن التنظيم لم يكن تنظيم دولة، بل كان عبارة عن عصابة، تنظيم إرهابي وعصابة يتصرف بمنطق العصابة ومنطق السطو ومحاولة تهريب المال العام وكذا، ومحاولة صناعة كيان لنفسه. وأيضا هناك إيحاءات مما يوحي أن هذا التنظيم مخترق، بل كل المعطيات التي حدثت منذ ظهور هذا التنظيم وتحول إلى بعمة فهو مخترق. لذلك أنا أعتقد بأن العامل الأساسي في هذه المهمة الاستخبارية هو عامل الاختراع، أن هذا التنظيم من داخله هو مخترق منذ البداية. لذلك أنا أعتقد بأن القبض على هذا الشخص سيكون له تأثير معنوي على شبكات داعش وأيضا على بعض الأجنحة، لأنه الآن المشهد الإرهابي في المنطقة سيتحول، خلاص انتهت القاعدة، أتت داعش، بلغت قوتها إلى ووحشيتها إلى منتهاها وبدأت تتراجع.